يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا كنت أطلب الرقية فلما بلغني الحديث انتهيت عن طلبها وامتثلت الحديث. ما قلنا لك تترك الرقية يا أخي، ما قلنا لك تتركها، قلنا ترقي نفسك أنت ولا تحتاج للناس، وإذا طلبتها من غيرك طلبتها أمرا جائزا لكنه مكروه، جائز لكنه مكروه، كراهة تنزيه لا كراهة تحريم. نعم.